الكاميرا بص الكاميرا مي. ممكن ترجع ورا يا اسطى بس سنه بس سنه بس. نائب وزير التجارة والصناعة النهاردة وإحنا بنفتح معرض السيراميك تقول إيه للسادة المشاهدين في البداية؟ هي صناعة السيراميك دي صناعة مهمة في مصر، وإن الدولة بتول اهتمام جامد على صناعة السيراميك لأن فيها استثمارات ضخمة. كمان عندنا ميزة تنافسية في هذه الصناعة نظرا لأنها ممكن تنافس بره. فاحنا كدوله او كحكومه او ممثله في وزاره التجاره بتحاول توفر بيئه مناسبه لهذه الاستثمارات حتى تنمو وتستطيع ان تنافس محليا وتنافس دوليا. والدوله في هذه الايام قامت بعده اجراءات لدعم صناعه السيراميك سواء على المستوى داخل الوطن او خارج الوطن. وده السؤال اللي كنت لسه اساله لحضرتك، الدوله بتدعم الصناعه بايه عشان برضو نبقى احنا عارفين ايه اللي سياده الرئيس بيعمله للمصانع وللجمهور في الاخر هيستفاد. احنا في الفتره الماضيه الحكومه قامت باتخاذ قرارات بتنظيم الاستيراد من السيراميك من الدول الخارجيه، وبالتالي ده بيعطي فرصه للصناعة المحلية أنها تنمو داخل الوطن وأنها تتقدم. مثل هذه القرارات والإجراءات بتؤثر طبعا إيجابي على صناعة السيراميك، وبالتالي فتكلفته ومبيعاته بتزيد داخل السوق المحلي وتكلفته بتقل، وبالتالي يستطيع عن طريق هذه الإجراءات أن ينافس خارج مصر بأسعار تكون منافسة، يستطيع أنه يغزو الأسواق الخارجية. احنا النهارده واحنا بحضرتك بتاخد جوله، انا شخصيا شفت حاجات فوق الرائعه وبسال، قال لك معظمها مصري. يعني انا بامانه انا منبهر. رايك ايه في 2021 واحنا في كورونا وبنعمل معرض عالمي والمنتجات 80% منها مصري؟ طبعا المعرض رائع. مصر بقت متميزه في صناعه السيراميك، الجوده وبيواكبوا التكنولوجيا الحديثه في انتاج وحتى للذوق العام هم بيواكبوا ده، وبالتالي فهو معرض رائع. وان مصر قادره انها تنظم مثل هذه المعارض مع اتخاذ الاحترازات طبعا الضروريه عشان المرض، الا ان احنا مصر قادمه وواعده ان شاء الله. انا بشكر حضرتك بس عايز اخد من سعادتك اخر سؤال، هل في معارض نقدر نعملها في الخارج ولو بعد كورونا بحيث ان العالم بره يبقى عارف احنا بنعمل ايه، احنا دلوقتي قادرين للتصدير فعلا بره؟ طبعا ده مسؤوليه على وزاره التجاره والصناعه بقياده وزيره نيفين جاما. ده كل همنا ان احنا بنحاول بقدر الامكان بعد انتهاء طبعا الموجه الوباء ان مصر تحاول انها يبقى فيه تواجد على مستوى العالم، وان الدوله تتقدم عن طريق او الوزاره بتتقدم عن طريق هيئه تنميه الصادرات بتنظيم مثل هذه المعارض خارج الوطن، وذلك لمساعده الصناع المصريين للنفاذ في الاسواق العالميه. ايه المعرض القادم اللي وزاره التجاره والصناعه بترعاه بعد معرض تراثنا الجميل اللي فتحه سياده الرئيس نقدر نفتحه ونعرف الجمهور بيه؟ المشاريع كثيره، والمعارض احنا يعني بردك هو الوباء مأثر طبعا على انعقاد هذه المعارض، لان احنا بناخد اجراءات مطوله واجراءات احترازيه ضخمه، الا انه في الايام الماضيه في الايام القادمه ان شاء الله هيبقى في اكثر من معرض خاص ببعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنتاج الحاجات اليدوية. وفي نفس الوقت الدولة بتنظم هذه المعارض طبعا ده عشان نعمل تسويق للمنتجات المصرية. أنا بشكر حضرتك وفي شخصك وفي شخص الوزيرة إن فعلا في مساعدين أقوياء بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك. شكرا.